هي بداية من كوبري المنشية ومروراً بمستشفى شرق النيل. هتتجه يميناً من تقاطع 13 وتواصل لحد تقاطع الطريق الدائري، ومن هنا يا إما إنك تتجه يسار ويلاقيك المخطط باتجاه اليمين تحديداً جوار مخطط الربوة، أو ممكن تتجه يمين في يسار عبر شارع قري الدائري وباتجاه الشرق مروراً بالمزارع وسوق رام الله، وأخيراً تتجه يساراً وكده بتكون وصلت للمخطط. مخطط الريان بيتميز بموقعه جنوب مخطط الربوة السكني، وكمان قربه من الشارع وتوفر شبكة الكهرباء والمياه، إضافة إلى بعض المرافق بالقرب منه. أبدأ ببناء استثمارك في مخطط الريان.